مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. يتداول ذباب المخزن شريط فيديو يظهر فيه السفير الصحراوي لمن أضاع لي بعد دخوله القاعة المخصصة للاجتماع التحضيري لقمة اليابان الاتحاد الإفريقي، وبعد جلوسه على مقعده وضع يافطة الجمهورية الصحراوية، وهو ما حاولت أبواق المخزن تفسيره بأن الصحراويين غير مدعوين للحدث، لذلك قاموا بالتسلل لتسجيل الحضور. فما الذي حدث خلف الكواليس؟ خلال الأيام الماضية وفي خضم التحضير للاجتماع التحضيري الذي احتضنتها العاصمة اليابانية طوكيو، حاول النظام المغربي واليابان الضغط لمنع الجمهورية العربية الصحراوية من الحضور، فتوجهت أزيد من 13 دولة إفريقية نحو رئاسة الاتحاد وحددوا مسألتين لهذا الموضوع: إما أن تحضر الجمهورية الصحراوية أو سيتم مقاطعة القمة من حلفاء الشعب الصحراوي، أو بإمكان اليابان أن تنظم القمة وتسميها القمة اليابانية الإفريقية وليس اليابان الاتحاد الإفريقي، لتكون كالقمة الإفريقية الأمريكية القمة الإفريقية الصينية. هنا رضخ سفير الياباني لدى الاتحاد الإفريقي للضغوطات وأضاف فعلا الجمهورية الصحراوية في لائحة المدعوين. وبعد أيام وصلت الوفود لقاعة الاجتماع، فإذا بالمكان المخصص للصحراويين لا توجد أمامه يافطة الدولة الصحراوية، فانسحبت الوفود الصديقة من القاعة وحدث نقاش مع البروتوكول في الخارج ليستسلم اليابانيين الأمر الواقع من جديد، وسلموا اليافطة للسفير لامين أبالي ليعود لمقعده ويضع يافطة بلده التي حاولت المخابرات المغربية وحلفائها في اليابان نزعها، ما جعل الوفد الدبلوماسي المغربي يفقد صوابه ويهاجم السفير الصحراوي ليتدخل الأمن ويتم طرد البلطجي المخزني من القاعة ويعود ولد بعلي لمكانه الطبيعي. وقامت ممثلة موريتانيا بصفتها رئيسة الاتحاد باعتذار رسمي، وأكدت على حق الجمهورية الصحراوية في المشاركة كباقي الدول الأعضاء. وهذا ما حدث. السلام عليكم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.